الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول ندير واحد التمرين خاص بدرس ديال الهندسه الفضائيه. اذا التمرين اللي عندنا اس ا بي سي هرم ارتفاعه اس بي، اذا اس ا بي سي هرم ارتفاع ديالو هو اس بي، وقاعدته المثلث ا بي سي يعني قائم الزاويه في بي، بحيث بي سي كتساوي 3 و ا بي كتساوي 4 سنتيمتر. عندنا اس او كتساوي 4 سنتيمتر و اس ا كتساوي 8 سنتيمتر و اس بي كتساوي 10 سنتيمتر. إذا نقطع هذا الهرم بمستوى أو إف جي، يعني أو إف جي، إذا كنقطعو بواحد المستوى موازي لمستوى أ بي سي، نعتبر الهرم إس أو إف جي تصغيرا للهرم إس أ بي سي. أولا نحدد نسبة تصغير ك، إذا غادي نحددو نسبة تصغير. سؤال تاني أحسب أو جي يعني مسافة أو جي. سؤال تالت أحسب مساحة مثلث أ بي سي. سؤال الرابع استنتج مساحة مثلث أو إف جي. سؤال الخامس أحسب حجم الهرم اس ا بي سي. سؤال سادس احسب في بريم حجم الهرم اس او اف جي. اذا اول حاجه غادي نحددو نسبه التصغير. اذا اولا لنحدد نسبه التصغير، اذا شنو عندنا؟ لدينا الهرم اس او اف جي تصغير للهرم اس ا بي سي، إذا تصغير للهرم ا بي. إذا هنا عندنا اس او فهي كتساوي ك ضارب يعني بنسبة ك. إذا إلا خدينا الأبعاد ديال الهرم اس او اف جي فهي كتساوي ك ضارب الأبعاد ديال الهرم اس ا بي سي. إذا شنو عندنا هنا؟ مثلا عندنا اس او كنعرفوها فهي اس ا عفوا كنعرفوها 8 سنتيمتر، وعندنا اس او اللي هي 4 سنتيمتر. إذا يمكن نستنتجو نسبة التصغير. إذا لدينا اس او شنو كتساوي؟ كتساوي نسبة التصغير ضارب طول ديال اس ا. إذا إلا خدينا ك شنو غتساوي؟ كتساوي اس او على اس ا. اس او شحال كتساوي؟ إذا كتساوي 4. إلا خدينا اس او فهي كتساوي 4 و اس ا كتساوي 8، إذا مقسومة على 8. يمكن نختصر بربعة تعطينا 1/2، ومنه نسبة التصغير هي شحال؟ 1/2. السؤال الثاني احسب او جي. المطلوب منا نحسبو او جي. اذا شنو عندنا؟ عندنا المستوى او اف جي اذا يوازي ولا موازي لمستوى ا بي سي، يعني الا خدينا مستقيم او اف فهو كيوازي مستقيم ا سي، الا خدينا مستقيم او جي فهو كيوازي مستقيم ا بي، الا خدينا مستقيم جي اف فهو كيوازي مستقيم بي سي. اذا بما ان المستقيم او جي كيوازي المستقيم ا بي، في هذه الحاله يمكن نستعملو مبرهنه طاليس مباشره. اذا خدينا مثلث اس ا بي، عندنا او نقطه من القطعة اس ا، عندنا جي نقطه من القطعة اس بي. اذا هنا وعندنا المستقيم او جي كيوازي المستقيم ا بي، اذا يمكن نستعملو مبرهنه طاليس. اذا عطينا اس ا على اس او عفوا على اس ا كتساوي اس جي على اس جي على اس بي تساوي او جي على ا بي. ومن بعد غادي نستنتجو طول القطعة او جي. اذا في هاد الحالة شنو عندنا؟ اذا لدينا المستوى او اف جي يوازي المستوى ا بي سي. اذا الى خدينا المستقيم او جي فهو يوازي المستقيم ا بي. إذا هنا لدينا غادي ناخدو مثلث اس ا بي، إذن اس ا بي مثلث و او نقطة من القطعة اس أو المستقيم اس بحال و جي نقطة من القطعة اس بي أو المستقيم ا بي بحال، و المستقيم او جي فهو يوازي المستقيم ا بي. اذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة فان اذا اخذنا اس او على اس ا شنو كتساوي؟ كتساوي اس جي على اس بي كتساوي او جي على ا بي. هنا كنعرفو بأن أ بي كتساوي 4،
و جي ما عندناش، وعندنا اس او كتساوي 4، عندنا اس ا كتساوي 8. اذا هنا ناخذ عندنا اس او على اس ا تساوي او جي على ا بي. اس او شحال كتساوي 4 و اس ا كتساوي 8، او جي هي علاش كنبحثو، و ا بي كذلك كتساوي 4. اذا غتعطينا 4 ضارب 4 تساوي 8 ضارب او جي، ومنه او جي شنو غتساوي؟ 4 في 4 اللي هي 16 مقسومة على 8، و 16 مقسومة على 8 هي 2 سنتيمتر. ثم عندنا السؤال 3، احسب مساحة المثلث ABC. إذا هنا عندنا مثلث ABC فهو مثلث قائم الزاوية، إذا في الرأس B. إذا خدينا AB فهو الارتفاع، والقاعدة ديالو فهي BC، وقلنا مساحة المثلث فهو الارتفاع ضرب القاعدة مقسومة على 2. إذا السؤال 3 ألف، السؤال 3 مبدأ ألف. إذا السؤال 3 مساحة المثلث ABC القائم الزاوية في رأس ب. إذا المساحة كنرمزو ليها بإس كتساوي القاعدة ضارب الارتفاع مقسوم على 2. إذا إلا خدينا الارتفاع فهو AB، القاعدة فهي BC. إذا عطينا AB ضارب BC مقسوم على 2 تساوي، إذا AB فهي كتساوي 4 و BC كتساوي 3، إذا 4 في 3 مقسوم على 2، 4 في 3 اللي هي 12 مقسوم على 2 كتساوي 6 سنتيمتر مربع. ثم عندنا السؤال الرابع، السؤال الرابع استنتج مساحة مثلث او اف جي. إذا إلا خدينا اس او اف جي هرم هو التصغير للهرم اس ا بي سي، وبالتالي هذه المساحة المثلث القاعدة ديال هذا ديال الهرم الأول كتوازي القاعدة ديال الهرم اللي صغرناه. تاني إلا خدينا المساحة ديال المثلث اس ا بي سي، أولا المساحة ديال المثلث اس او اس او اف جي، يعني مساحة المثلث او اف جي فهي كتساوي ك اس 2، أولا نسبة صغير اس 2 ضارب مساحة المثلث ABC. إذا هنا بما أن أولا هنايا لي نحسب مساحة المثلث أو إف جي، إذا لدينا إس أو إف جي هرم تصغير تصغيرا للهرم إس أبي سي، إس أبي سي، ومنه مساحة المثلث او اف جي شنو كتساوي؟ كتساوي ك اس 2، يعني نسبة صغير، يعني نسبة صغير في هذه الحالة فهي 1 على 2 اس 2 ضارب مساحة ديال المثلث ا بي سي. المساحة ديال المثلث حسبناها اللي هي 6 سنتيمتر مربع، اذا شنو غادي تعطينا؟ 1 مقسومة على 1 على 2 ضرب على 2 اللي هي 1 على 4 ضارب 6 تساوي، اذا غادي تعطينا 6 مقسومة على 4 على 5، اذا 1 فاصلة 5 سنتيمتر مربع. بالتالي المساحة ديال المثلث واي في جي كتساوي 1.5 سنتيمتر مربع. في حجم الهرم اس ا بي سي، السؤال 5 حجم الهرم اس ا بي سي، القاعدة ديالو عبارة عن مثلث، اذا في كتساوي الثلث ضارب مساحة القاعدة ضارب الارتفاع. إذا 1 على 3، مساحة القاعدة هي مساحة المثلث القائم، إذا اس ا بي سي ضارب الارتفاع اللي هو اس او، يعني الارتفاع عفوا اس بي. 1 على 3 مساحة القاعدة حسبناها لقينا فيها 6، و اس بي فهي كتساوي 10 سنتيمتر، إذا 10، إذا 6 ضارب 10 ضارب 1 اللي هي 60 مقسومة على 3 كتساوي 20 سنتيمتر مكعب. ثم السؤال 6، احسب حجم، احسب في بريم حجم الهرم اس او اف جي. هنا اللي نحسب في بريم حجم الهرم اس او اف جي، تن لدينا الهرم اس او اف جي تصغير للهرم اس ا بي سي، اذا في بريم
تساوي 1 على 2 أس 3 ضارب المساحة ديال الهرم اللي هو اس في. 1 على 3 اللي هي 1 على 2 اللي هي 1 على 2 أس 3 اللي هي 1 على 2 ضارب 1 على 2 ضارب 2 ضارب المساحة ديال ضرب الحجم ديال الهرم اس ا بي سي اللي هو 20. اذا شنو غتعطينا؟ 1 في 1 في 1 في 1 في 2 اللي هي 1 في 1 في 1 في 1 في 20 هي 20 مقسومة على 8 تساوي، اذا 1 على 8 كتساوي 2.5 سنتيمتر مكعب. وبهذا نكون وصلنا للتصحيح ديال التمرين، واللي عنده شي سؤال يخلي في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.